القطاع العمومي بين القطاعات الاجتماعية الأكثر حيوية بالنسبة لشرائح واسعة إن لم نقل الأغلبية العظمى من المواطنين، وبالتالي فهو من المؤشرات الرئيسية للتنمية. لكن الانهيارات المتتالية التي عرفتها ولا تزال طبعا المنظومة الصحية نتيجة عدم الاعتماد على نهج الكفاءة المهنية والأخلاقية كأسلوب في طريقة إسناد المسؤوليات عوض المحسوبية والزبونية، فقام بشكل كبير المشاكل الهيكلية التي يعاني منها القطاع نتيجة لهذا المسلك ضدا على مصلحة الوطن والمواطنين والعاملين بالقطاع الصحي. احنا في هذا التشكيل ديال التنسيق الرباعي بطبيعه الحال يعني نحن متفقون داخل التنسيق على ان استنفدنا كل الوسائل يعني منفردين كل نقابه على حده كل الى اخره اللي في بسط ووضح وطرح المشاكل الى اخره مع المسؤولين على المستوى الاقليمي وعلى المستوى الجهوي، واللي هذه المشاكل لم نجد لها حلولا لانه احنا رغم تقديم واحد مجموعه ديال الاقتراحات والملاحظات الى اخره لكن المسؤولين في الحقيقه لم ياخذوا الامر بالجديه المطلوبه، مما زاد فيما التقينا في التنسيق الرباعي وقررنا نديروا يعني اشكال احتجاجيه ديال وقفه احتجاجيه. الان اليوم احنا كننفذوا هذه الندوه الصحفيه وانتم مشكورين على المشاركه ديالكم في التغطيه ديالنا لهذه الندوه هذه ولابلاغ الراي العام المحلي والوطني والهيئات المجتمع المدني والهيئات المنتخبه وكل الفاعلين وكل المهتمين بشان ديال القطاع الصحي لتحسيس المسؤولين هنا محليا واقليميا وولائيا الى اخره وتحسيس المسؤولين على الصعيد المركزي انه لن نسكت على تفاقم الوضع وعلى الاستمرار النزيف في هذا القطاع الى غيره. اذا ما تحلتش المشاكل نحن مقبلون مستعدون على تنفيذ اشكال نضاليه الى اخره حتى يضطر المسؤول اننا نجلسوا ونناقشوا ويستمعوا لنا والاقتراحات ديالنا لايجاد الحلول الممكنه. الافق هو السعي نحو تقديم اننا خصنا نسعى الى تحقيق مرفق صحي يستجيب للحاجيات المواطنين ويحفظ ويصون الكرامه ديال العاملين. حنا تطرقنا مجموعه في اطار التنسيق النقابي، دونك عندنا واحد مجموعه واحد البرنامج درنا وقفه احتجاجيه ودابا كاين الندوه الصحفيه. انا كنت تطرقت لواحد ثلاثه النقاط اللي هي العرض الصحي اللي كنشوفوا مؤسسات كتزاد في اطار مشروع طنجه الكبرى، ولكن هاد المؤسسات اللي كتزاد شنو كدير؟ كتوزع لنا وكتشتت لنا الموارد البشريه اللي كتخلي كيكون الضغط كيتزاد على هذاك الجانب البشري، فعاوتاني نفسنا على الكشي اللي كاين. حنا كنفرقوا الاطباء الممرضين والطاقم الاداري، دونك كيوقع العدد كيكون غير كافي في جميع المجموع في المجموع. وتطرقت للمستشفى الجامعي الاستشفائي الجامعي، وحنا كنا كننتظروا باش يجي هذا في انتظار باش يوجد المستشفى البنايه ديالو. كنا كننتظروا هذيك الميزانيه المخصصه لهذا المستشفى الاستشفائي الجامعي تخصص المراكز اللي كاينه حاضره والموارد ديالو الموارد البشريه باش تزيد تخفف الضغط على المستشفى الجهوي، ولكن مع الاسف هما خداو لنا الموارد ديالنا وخداو لنا لي غوسورس ديالنا، دونك اللي زاد عاد كمل عقد المشكل. وحنا من هذا المنبر كنحيوا الاساتذه الجامعيين اللي هما حتى هما كيشتغلوا في هذه الظروف اللي كنعيشوا فيها حنا، يعني كنعيشوا في ظروف مزريه. عقدنا هذه الندوه الصحفيه اليوم باش نوضعوا الناس ديال الاعلام وباش يعرفوا اشنو واقع في القطاع الصحي. وهذه المناسبه هذا التنسيق الرباعي كيعقد هذه الندوه الصحفيه لتوضيح الرؤى ولجعل الناس المهتمين في صلب الموضوع ديال القطاع الصحي بالاقليم واللي مع الاسف ظروف الصحيه اللي كيعيشوها نساء ورجال الصحه هي ظروف مترديه، وذلك بالنظر لضعف الموارد البشريه لضعف سوء التسيير لضعف عدم التجاوب مع الملف المطلبي اللي ديال التنسيق النقابي. والهدف من هذه الندوه الصحفيه هو اشراك الجميع في هذه المنظومه الصحيه لعل وعسى النهوض بهذا القطاع حتى يستفيد منه المواطنين في احسن الظروف.